معناه ان احنا نريح بقى في الشغل، يعني عاوزين نعيد الشيء لاصله. هنبدا نرصف، هنبدا ننظف الشوارع، هنبدا نعتني بيها، هنبدا نطلع بلدرات، هنبدا نخطط، هنبدا ننور. خلاص بدانا الشارع هيبدا ينور، لكن احنا عشان نقعد بهذا الوضع السيء اللي انا شايفه كل يوم. معالي الوزير، حضرتك في عندنا شبكات طنطا بطول 100 لتواجد تكدس مرافق تحت في البنيه التحتيه من غاز وكابلات كهرباء وتليفونات وميه وصرف القديمه. وطبعا حصل ان هو بدل ما ينزل على عمق متر